أكد عدد من أهالي محافظة الفيوم أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا. واعتبر الأهالي أن المسؤولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية من أجل بناء الوطن. احنا جايين نأيد مصر، نأيد الاستقرار، نأيد التنمية، نأيد العطاء، نأيد الأمن والأمان اللي احنا فيه. يعني حضرتك لو شفت البلاد اللي جنبينا كلها يعني بتيجي مصر ليه؟ لأن عندنا مصر هي بتفتح زراعيها لكل العرب، لكل اللي موجودين. فخامة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائد مصر وقائد العالم كله. احنا ورا السيسي، ورا جيشنا، ورا شرطتنا، ورا بلدنا. عندي رسالة لكل العالم انه مصر قوية برئيسها، ومصر قوية بزعيمها، ومصر قادرة، ومصر مش محتاجة حاجة من حد، ومصر إن شاء الله محفوظة بإذن الله. وإن شاء الله 10 و11 و12 الجماهير بالكامل في داخل اللجان على مستوى الجمهورية بحشود ما حصلتش قبل كده.